السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. جزائري يحذر من سحر جديد عبر الهاتف، تابعوا معنا هذا الفيديو. ردوا بالكم، يعيط لكم رقم غريب وتلفت وانت تبقى الاول تقول الو الو الو. تبوني مليح، خطر تثبت هذيك الو اللي تقولها قادر حياتك تضيع. بزاف ناس يعانيو ما يعيط لهم رقم جديد ويبقاو يقولوا الو الو وهما كاع ما يردوش عليهم. هذه المرحلة قادرة تكون في الريسك، على خاطر ظهر سحر جديد الله يعافينا ويبعد عليكم، هي من الرقم يعني من التليفون تاعك ملافو تاعك غير من الهاتف. كيفاش؟ انت الضربة تاع اللي كيترفد من احسن ما تهدرش، قعد ساكت حتى هما يهضروا الوالا، واذا ما هضروش كاع انت ما تهضرش وكوبي. علاه؟ هم يديروا واحد المرحلة تاع السحر، يعني يجيبوا قادمة يديروا فيها الطقوس تاعهم وكاع سيوجدوا الطقوس تاع السحر، تكون باقي لهم المرحلة الأخيرة اللي هو الضحية نتايا. يعيطوا لك ويقعدوا ساكتين هما وانت تبقى الو الو الو، هما في ديك الضربة تاع اللي تبقى الو 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 يبلعوا لك كادنو في اللافوا تاعك، وهنايا يكونوا قيدوك، يعني تولي خدمة ما تستقلكش، زواج ما تزوج، أي حاجة ديرها تبلع لك في وجهي. بارطاجيوها خوتي وأجركم على الله، سلام.